ووقفت حضرتك عند جزئية مهمة جدا في سؤالي لك، لماذا أو كيف نقرأ دعم بوتين وتكرار كلمة أن روسيا تدعم مصر في مكافحة الإرهاب، كيف تقرأها؟ تمام، فزي ما كنت بقول لحضرتك، انت الاستراتيجيه الحاكمه ليكي في علاقتك في علاقات الخارجيه او سياستك الخارجيه دلوقتي هي بتستهدف التخديم على معركتين انت بتخوضيهم في نفس الوقت. المعركه الاولى هي مكافحتك للارهاب، سواء العمليات اللي بتتم على ارضك او نظره شامله لمنظومه الامن الاقليمي انت بتتحركي فيها بسرعه كبيره جدا. كويس. النقطه الثانيه اللي برضو بتخدم عليها السياسه الخارجيه او الزيارات الخارجيه هي معركه البناء. وبالتالي هتلاقي الزيارات الخارجية كلها للسيد الرئيس بتشتغل على المحورين، يا إما الدعم في حرب الإرهاب، يا إما البحث عن فرص استثمارية، أو حتى فكرة نقل التجارب من بعض الدول. وبعض الزيارات بتلاقيها أن هي ضمن الأهداف الثلاثة. يعني نقدر نقول من غير قطع كلامك أنه بنتكلم في ملفين الأمن والاقتصاد على طول بما فيه من استثمارات دايما. تمام. دايما. فيما يخص الجانب الروسي تحديدا، الجانب الروسي كان أكثر القوى الدولية ذكاء في قراءة الوضع في مصر، أكثر الدول أو القوى الدولية اللي احترمت إرادة الشعب المصري في 30 يونيو. لاحظي أن الجانب الروسي أعلنتها صراحة، بالك أن في بعض البلاد أعلنت دعمها لمصر على استحياء كده. بالزبط. يعني إحنا معاكم بس على استحياء، روسيا أعلنتها صراحة. لا، وحاجة في حاجة مهمة جدا الناس غفلاها، ان وقت حتى الاخوان ما كانوا في الحكم، روسيا خلت جماعه الاخوان في مكانها على قائمه المنظمات الارهابيه وما رفعتهمش من قائمه المنظمات الارهابيه حتى عندما كان الاخوان في الحكم. في الحكم كانت جماعه الاخوان مصنفه لانها جماعه ارهابيه بالنسبه لروسيا. وبالتالي هم عندهم ادراك شامل ان اللي عمله الشعب المصري ده انقاذ للانسانيه، ومدركين حجم المواجهه اللي مصر بتاخدها. وبالتالي كان في نقاط التقاء كثيره جدا ما بين القياده المصريه والقياده الروسيه تم ترجمتها مش مجرد كلام. احنا النهارده بنتكلم على تعاون عسكري شامل مع روسيا. في ناس بتختزلوا في بعض صفقات السلاح، لا، الموضوع فيما هو ابعد. بنتكلم على الاستفادة من التقنية الروسية في أمور عديدة، زي ما حضرتك تفضلتي بنتكلم كمان على مشروع منطقة اقتصادية. والمشروع ده مش بس بيخدم مش بس بيخدم على قناة السويس الجديدة. على فكرة هي قناة السويس الجديدة هي نقطة البداية. المشروع الأهم هو تنمية محور قناة السويس اللي هو بيمتد جغرافيا حتى حدود القاهرة من ناحية السويس. كان في حديث